الحمد لله قدرت انني تحصل على معدل عالي 19.62 اللي كتعتبر اعلى معدل على المستوى ماشي غير الجهه وعلى المستوى الوطني، وماشي غير بوحدي الحمد لله، انا وتلميذه اميره بالكوشي. كانت فرحه كبيره بزاف، لا ليا ولا ليها. كنت متوقعه انني يعني كان واحد الامل ديال انني نجيب مزيان، لانه الحمد لله راه مجهود ديال عام كامل، راه ما كتبغيش يمشي هباء منثورا. يعني كنت كنقول اني ممكن نجيب مزيان، ماشي ممكن، اني نقدر نجيب مزيان، مي انني نجيب اول نقطه على المستوى الوطني كانت واحد المفاجاه اللي كبيره بزاف بالنسبه ليا، وفرحه كبيره الحمد لله. لا بريباراسيون كانت الحمد لله كان فيها والديا لعبوا فيها دور كبير، حيتاش كتكون كتبريباري في الدار، هما اللي كيكون عندهم داك الدور ديال كيحاولوا انهم يعاونوك تحيد ستريس، انهم كيشوفوك راك تقاتلتي العام كامل، وهذاك النقص ديال الثقه اللي كيجيك في الاخر ديال كتقول واقيلا راني ما خدمتش بزاف، هما كيكونوا كيشوفوك تخدم، دونك كيبقاو يعطوك دي زافيرماسيون بانه راه خدمتي وراه ان شاء الله راه غادي تجيبي مزيان الحمد لله. وكانوا حتى الاساتذه اللي لعبوا ماشي غير على المعلومات ولا على البروغرام اللي نقدروا ندوزوا به الوطني، مي لعبوا حتى على الجانب النفسي، واللي كيعاون بزاف باش انه الواحد يعطي كسر. والحمد لله كانوا يعني واحد المجهود اللي جماعي، لا من طرفي انا وطرف الاساتذه وطرف الوالدين وطرف العائله كامله، لانهم حتى هما كيقدموا لك داك السند وداك التشجيعات. و من الصغر ما ننساش الله سبحانه وتعالى، حيت راه هو اللي هو كل شيء، هو اللي كيكتب كل شيء، هو اللي كيكمل لكل واحد الرزق ديالو ان شاء الله. الا كان مكتب، حيت كل شيء بالمكتب، كل شيء بالقدره ديال الله سبحانه وتعالى. الا كتب ندير طب ان شاء الله، علاش لا ندير طب نولي طبيبه ونتخرج. والا ما كتبش ان شاء الله كاين بزاف ديال التخصصات اخرين اللي نقدر نديرهم. التلاميذ اللي ما قدروش انهم يتفوقوا هذا العام في اجتياز الامتحان الوطني، انه باقي عندهم فرص اخرين اللي يقدروا يجيبوا فيها ان شاء الله نقاط زوينه وانهم ينجحوا، وبانه راه النجاح ماشي ديما مرتبط بالنقطه ديالي ولا بالمستوى ديالي الدراسي، راه كيكون النجاح ديال الواحد في الحياه ديالو الشخصيه يقدر يكون غير متعلق بالدراسه ديالو. دونك راه عندكم فرص اخرين اللي تقدروا ان شاء الله تجيبوا فيها مزيان وانكم تنجحوا، وحتى الصحاب الاستدراكيه راه عندكم فرصه ثانيه باش انكم ان شاء الله تجيبوا مزيان. ما ديكوراجوش، نو بيسي با لي بغا، ان شاء الله تجيبوا مزيان وتنجحوا، الله يوفقكم كاملين. النجاح ديال لينا اماني خلانا نشوفوا ان الاماني اصبحت حقيقه، ان يعني بنتنا رفعات العلم ديال يعني اولا ليها هي، الحمد لله انها تفوقات على المستوى الوطني، التفوق ديالها تفوق للاباء ديالها، تفوق للمؤسسه، تفوق للاساتذه يعني الذين سهروا على يعني تكوينها، على الاطر الاداريه التي ما فاتئت ان تقدم يعني المساعده كلما دعت الحاجه الى ذلك.